طبعا ما زلنا نتحدث عن افتتاحات أمس ونقرأ تصريح للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، واللي أكد أن افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 إنجاز عظيم، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على تدشين 6 أنفاق لكي تكتمل المنظومة وتنساب حركة المرور لتقليل التكدس من الشرق إلى الغرب والعكس، وتشجيع المستثمرين على العيش في منطقة القناة وسيناء. وأضاف أن المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحفز إدارة القناة على أن يكون عملها على نفس القدر من الكفاءة، موضحا زدنا 7% في عدد السفن المارة بالقناة و11% في إيرادات الفترة من يناير حتى أغسطس هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. يعني حضرتك شايف تحقيق قناة السويس الرقم ده في ظل أزمة كورونا، يعني طبعا دي برضو خلينا نحيي إدارة قناة السويس بقيادة الفريق ربيع، ونقول النهاردة الملحمة اللي لسه كانت عايشة في أذهاننا من فترة بسيطة مع تعويم السفينة العائمة اللي هي كانت في قناة السويس إيفن جيفن ده، فليه بقى؟ لأنه قناة السويس النهاردة أصبح لديها قوتها الفنية والهندسية واللوجستية اللي بتقدر تحل مشاكلها في عملية توسيعات في المدخل الجنوبي لقناة السويس، بيتم على قدم وساق في تطوير شامل داخل هيئة القناة من حيث المعدات الفنية ومن حيث الكراكات ومن حيث القطرات، في العامل الفني بيتم إعداده وتدريبه على درجة كبيرة جدا من الكفاءة. ده كله معذرة، ده كله كان له تأثير في ان احنا ما حسيناش بأزمة كورونا خلال قناة السويس او خلال العبور في قناة السويس، بل على العكس استطاع طبعا مع توفير الإجراءات الاحترازية الصحية ومع الالتزام بشروط الوقاية الواجبة، كل ده يعني ما ساهمش في انخفاض العائد اللي كان متوقع انه ينخفض، بدليل انه في 7 شهور اللي في 8 شهور من يناير لأغسطس 2021 القناة حققت إيرادات أكثر من 4 مليار جنيه و800 مليون. لو قسنا الفترة دي بفترة العام القادم هنلاقيها أقل بكتير جدا. ده بيأكد رغم جائحة كورونا. يبقى ليه؟ يبقى كان في استعداد مسبق من إدارة القناة لمواجهة الجائحة، كان فيه تنشيط وترويج، كان فيه عملية تخفيض أو عملية جذب عن طريق تخفيض بعض الأسعار. ده يؤكد إنه قناة السويس النهاردة أصبحت مؤهلة وأصبحت قادرة على حل مشاكلها وأصبحت قادرة النهاردة، وأكدت للعالم كله عودة النهاردة إيفن جيفن السفينة نفسها للمرور من قناة السويس مرة تانية، ده شهادة ثقة على أن قناة السويس هي المعبر الآمن وعلى مستوى العالم بكفاءة واقتدار. أكيد.